لم تكد المناطق التركية والسورية المنكوبة من الزلزال المدمر الذي ضربها في 6 فبراير تلملم ضحاياها وأنقاضها حتى جاء الزلزال الجديد الذي ضرب ولاية هاتاي في تركيا ليلة الاثنين ليبث الرعب والهلع من جديد. هلع لم يقتصر على المناطق السورية والتركية بل وصل إلى الدول المجاورة، فيما تسبب الزلزال في سقوط 6 قتلى في تركيا و5 في سوريا إلى جانب مئات الإصابات. هل من إجراءات وقائية يمكن اتخاذها لتفادي وقوع مزيد من الضحايا؟ معنا الآن من بيروت أستاذ علوم الجيولوجيا في الجامعة اللبنانية الدكتور سمير زعطيطي. دكتور سمير مساء الخير، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. منذ وقوع هذا الزلزال في 6 من هذا الشهر، وهذا السؤال مطروح، هل هناك إجراءات وقائية يمكن اتخاذها لتقليل على الأقل من حجم الأضرار، حجم الضحايا؟ سؤال يعني لا يزال بحاجة إلى الإجابة عليه. ما رأيك في هذه النقطة؟ هناك مثل حي وهو اليابان. اليابان كل يوم هناك زلزال. هناك طوروا أبحاث علمية حول الزلازل، لأن موقع اليابان هو بزنار النار الموجود بالمحيط الهادي، وهو انزلاق صفيحة المحيط الهادي تحت آسيا، وهو يؤدي إلى خط طويل من البراكين ومن الزلازل. فتعايشوا مع الوضع، بمعنى أنهم عند دراسة الزلازل عرفوا أنهم لا يستطيعون تحديد متى سيخرج الزلزال، لأنه انفجار طاقة زائدة تخرج، ولا يعرفون مكانه ولا يعرفون قوة هذا الزلزال. تجاه هذا الأمر الطبيعي الذي يحدث، لأن الكرة الأرضية منذ نشوئها هناك زلازل، عملوا جهدهم عملوا على محورين. كل مواطن ياباني موجود بموقع يعرف ماذا عليه أن يفعل في حال وجود الزلزال، في حال حدث الزلزال. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، المناطق الزلزالية الخطرة جدا كان لها مباني ولها تدابير ولها يعني تصميمات، بشكل أنه يعني تصمد بخلال الموجات الزلزالية الكبيرة. بمعنى أنه هناك، وشاهدناها على التلفزيونات، أنه هناك أبنية كبيرة تمشي مع الموجة، يعني تكون متينة ومرنة، تمشي مع الموجة ثم ترجع إلى مكانها الطبيعي. ولاحظنا أن هناك كمان أيضا على سطح هذه المباني العالية مبدئيا هناك بيسينات من المياه، مخازن مياه كبيرة. المياه عندما يأتي الزلزال فهذه المياه تتحرك ثم تعود إلى وضعها الطبيعي بعد مرور هذه الموجة الزلزالية أو العصف الزلزالي الذي نسميه. هناك تدابير كتير جيدة، وهذا مثل كتير جيد. اليابان من اليابان مثل مهم دكتور سمير، ويعني الجميع يشير إلى التجارب اليابانية في هذا الموضوع، ولكن اليابان دولة متقدمة، دولة اقتصادها هائل كبير، بإمكانها أن تلجأ إلى مثل هذه التدابير. نتحدث عن دول في منطقتنا، دول فقيرة، دول فيها مباني قديمة آيلة إلى السقوط بدون زلازل. يعني ما الذي يمكن عمله في هذه الحالة؟ أنا أفهم أن نلجأ إلى التصاميم الإنشائية المقاومة للزلازل بالنسبة للمباني الحديثة. ماذا عن المباني القديمة؟ ما الذي يمكن عمله للتخفيف من أضرار انهيار هذه المباني؟ يعني لنبدأ بالعلم. واضح أنه ليس هناك أبحاث علمية عن هذا الخط الزلزالي الرهيب اللي مسميه خط الأناضول، الذي وهو ناتج عن تطاحن الصفيحة العربية والصفيحة الأوراسية، يسموها أوراسية يعني أوروبا وآسيا، هي كتلة واحدة. فهذا التطاحن أدى إلى ظهور سلسلة جبال طروس وإلى الكسر الأناضول الممتد حوالي 1100 كيلومتر. يعني هذا شيء كبير جدا. فالدراسات
لا أعلم مدى تطور الدراسات أو البحث العلمي ومعرفة مواقع القرى، وأنه يعني يجب العمل على كل موقع مثلا على حدة، مش نشتغل على ماكرو، مفروض نشتغل على ميكرو، كل ضيعة وكل موقع لأنه يتميز بخصائص. يعني هذه ليست موجودة، يعني أنا أوصي بهذا بوضع مراصد زلزالية دقيقة أيضا، يعني بمتابعة العلم لأخذ للوصول إلى توصيات علمية للمسؤولين لوضع قوانين للبناء، لوضع يعني بمعنى أن نحذو حذو هذه الدولة. برغم مما تفضلت فيه بأن الإمكانيات خفيفة، ولكن هذه مشاكل لا حلول إلا علمية لها. صحيح. لا حلول إلا علمية لها. والحلول مكلفة لا شك دكتور سمير. وبالتالي هنا السؤال، يعني إلى أي مدى برأيك الحكومات في الدول المعرضة للزلازل في منطقتنا على الأقل تضع هذه المسألة في أولوياتها عندما تسن أو عندما تعتمد ميزانياتها السنوية؟ هل برأيك هناك ما يكفي من المخصصات التي تذهب في هذا الاتجاه؟ يعني أنا أستاذ جامعي، خليني جاوبك أنا من جهتي، أنه العلوم الجيولوجية في بلادنا العربية كلها يعني بعد هذا الزلزال الذي حصل بستة شباط لم يخرج أحدا من الجيولوجيين العرب ليقول لهذا الهولندي، العالم الهولندي لم نعرف حتى الآن هو عالم بماذا. يعني هذا أنه دليل أنه نحن في هذا المجال، مجال الجيولوجيا، علما نحن بلدان فيها نفط وفيها غاز وفي لبنان عندنا ثروة مائية جيدة. بمعنى إهمال هذه العلوم الجيولوجية أمر يعني مؤسف، أمر كتير مؤسف، لأن البلد الذي لا يعرف ماذا تحوي أرضه، سطحها وعمقها، يعني لا يستطيع جعل التنمية حقيقة وواقعة مهما تطور ومهما يعني دخل. هذه أشياء أساسية يجب، يعني العلوم الجيولوجية، لأنه هناك ناس يهملونها. أنا كنت أستاذ بالجامعة اللبنانية بكلية العلوم، يقولون الجيولوجيا صعب لطلابنا يريدون دراسة العلوم الطبيعية بدون الجيولوجيا. فقلت لهم أي علوم طبيعية؟ الحيوان والنبات يلزمه قاعدة مادية نشأت عليها هذه الحياة، فبدون هذه القاعدة المادية أين تريدون توجد الحياة؟ لا توجد في الفراغ، لا توجد في الفضاء. فمن هنا أنا أدعو الجامعات العربية إلى تطوير وإلى المراصد، وهذا لا تكلف كثيرا، يعني أنه هنا خلي ينشأ جيل من الجيولوجيين الجيدين اللي بيشتغلوا على الأرض، على القليل لناخد فكرة. لأنه طيب. نحن كسبنا الجيولوجيا مثلا في لبنان عن الفرنسيين، ولم نعد نطور هذه المعلومات القديمة سنة 28 إلى 55، لم نعمل بعدها على أي شيء من هذه المعطيات الجيولوجية. طيب دكتور سمير، يعني اسمح لي على المقاطعة، أنت أشرت قبل قليل إلى العالم بين قوسين الهولندي، الباحث الهولندي، لا أدري ما هو اللقب الذي يمكن أن نطلقه عليه. تتحدث عن فرانك هوغربيتس الذي أثار الكثير من الجدل والنقاش، لأنه قبل أيام قليلة من الزلزال الكبير قال أنه عاجلا أم آجلا سيضرب هذه المنطقة، وحددها يعني بشكل دقيق جدا، سيضربها زلزال بقوة 7 أو 7.5 ريختر. مسألة التنبؤ هذه مسألة أساسية، حتى الآن العلم يعني غير قادر على تحديد لا موعد ولا مكان ولا شدة الزلزال. هل هناك أي شيء ممكن أن نعمله لرصد هذه الزلازل بشكل من الأشكال؟ سيدي، هناك يعني تركيا بلد ناشط زلزاليا، هناك خطين زلزاليين ناشطين بامتياز، خط الأناضول، الصفيحة العربية مقابل الصفيحة الأوراسية، وهناك البحر المتوسط أيضا، صفيحة البحر المتوسط التي تنزلق تحت تركيا، وهذا كمان نوع من التصادم تحت البحر، والذي ينشئ زلازل في البحر، والذي ينشئ تسونامي فيما بعد. هناك توقع. عندما أقول لك كل بكرة سيحدث في اليابان زلزال، أنا أكون على حق، ولكنني لا أستطيع أن أقول ما مدى قوته وأين سيحصل على طول هذا الخط الزلزالي. بمعنى هذا، وهذا قالته نظرية الصفائح التكتونية، أن سطح الكرة الأرضية
مؤلف من قطع من بلاطات نسميها أو صفائح ضخمة وكبيرة. هذه أول مبدأ. المبدأ الثاني، هذه الصفائح متحركة. الأخير، كل الزلازل والبراكين موجودة بين هذه الصفائح، وأقوى زلازل والبراكين هي بين صفائح متصادمة. متصادمة مثل الهملايا مثلا، مثل جبال طروس، مثل جبال زاغروس من جهة الإيرانية. هذا التصادم ينشئ الجبال، وهذه الجبال هي مراكز للزلازل يعني، والكسور الأرضية الممتدة فيها إلى آخره. فعندما يتنبأ بأشياء معروفة أنه هنا هذه مناطق زلزالية أصلا، شو اخترعت يعني، ماذا أضفت من شو اسمه، بعدين شو عندك أنت تجهيزات، أو شو عندك مختبرات، أو شو عندك أبحاث، أو شو عندك كذا. يقول، أنا سمعت نقلا عن الفضائيات بأن الشمس هي التي تحرك الصفائح، يعني لديه نظرية مختلفة دكتور سمير، وهذا ما أثار الجدل. هو يتحدث عن أنه هناك علاقة بين الطريقة التي تسير عليها الكواكب وكيفية تمركزها بالنشاط الزلزالي في هذه يعني هذه نظرية لا نريد الخوض فيها، لكنها لا شك أثارت الكثير من اللغط. لا، هذه نظرية لا ترتكز على أي أساس علمي. هذه النظرية لا ترتكز على أي أساس، ولكن العلم لا ينفيها في نفس الوقت. الشمس لا ينفيها، ينفيها. وسأقول لك علم الجيولوجيا على القليلة، أنه كرة الأرض عليها ثلاث قوى، قوتين خارجيتين يعني فوق سطح الأرض. الشمس اللي تقول للأرض ابقي في هذا المدار، أنا جاذبية هذا النجم الكبير اللي هو الشمس وثمان كواكب. الأرض أنت في هذا المدار لا تغيري، يرسل لنا الضوء ويرسل لنا من حزمة الضوء الأنفراروج التي تسخن سطح الأرض. نعم. هناك القمر الذي يمر فوق السوائل ويسحبها، وعندما يمر ترجع المياه. طيب، يعني حتى لا نخوض كثيرا في الأمور التقنية دكتور سمير، يعني أود أن أشكرك لأن وقتنا انتهى، ربما في مناسبة أخرى نخوض في هذه النظرية ونفندها. شكرا جزيلا لك الدكتور سمير زعطيتي، أستاذ علوم الجيولوجيا في الجامعة اللبنانية، كان معنا من بيروت. شكرا جزيلا.